السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو هذا الجهاز ريسيفر، جهاز استقبال فضائي من نوع سامسات، فاصل باور تماما، لا يشتعل كما ترون، لا لمبة ولا شيء. سوف أقوم بفتح هذا الجهاز وأكتشف يعني أين يكمن الخلل بالضبط، ونحاول إصلاحه إن شاء الله، فتابعوا معي. إذن هذا هو شكل الريسيفر من الداخل. أول شيء علينا فعله في هذه الحالة هو قياس الفولتيات التي تخرج من وحدة التغذية. فنقوم بقياس الفولتيات عبر هذه الديودات. نوصل الريسيفر بالكهرباء. نضع الأرضي مع الأرضي. نختار هذا المكان. إذن هنا غير موجود، هنا غير موجود فولتية، وهنا أيضا، وهنا أيضا. إذن لا يوجد خرج في وحدة التغذية. سوف أقوم يعني بإزالة وحدة التغذية من مكانها، وأقوم يعني ببعض القياسات عليها. تابعوا. إذن هذه الباور سبلاي لقد قمت يعني بفصلها عن الريسيفر لكي يتم الاشتغال عليها بكل أريحية. هذا هو مدخل التيار الكهربائي، عليها بقياس الفيوز. هذه كأول خطوة سوف أقوم بقياس هذا الفيوز هنا. إذن هذا الفيوز فهو مضروب أصدقائي، محترق. ثاني شيء علي قياسه هو هذه الديودات، هذه بها شورت، هذه تعطي قراءة من كلتا الجهتين، هذه بها شورت، وهذه أيضا تعطي قراءة من كلتا الجهتين، مما يدل على أنهم يعني على أنها تالفة. إذا أصدقائي لحد الآن تبين لنا بأن هنا ديودات محترقين وفيوز. سوف أقوم بقياس هذا المصفت، هذا هو، لنتأكد منه هو الآخر. هذا المصفت عامل شورت، انظروا. إذن حتى هو يعني تالف. انظروا حتى هذه المقاومة، انظروا شكلها كيف أصبح، مما يدل على أنها حتى هي يعني محترقة، وهي متصلة مباشرة مع المصفت والأرضي. إذن أصدقائي في هذه الحالة علي بإزالة هذه الديودات وإزالة هذا المصفت، ومن ثم أقوم بقياس باقي العناصر الباور سبلاي، من بينها هذا الآي سي هنا. هذا الآي سي هو الأوسيلاتور، آي سي التذبذب، فهو متصل مباشرة مع المصفت. احتمال هو الآخر أن يكون مضروب، لأن هنا سوف أريكم، هنا تكون الفولتية الرئيسية، الفولتية التي تكون على المكتف الرئيسي هي يعني تكون في المصفت في هذا الطرف الأوسط هنا. انظروا عامل شورت مع هذا الطرف، وهذا الطرف إذ تتبعناه سوف نجده بأنه متصل مباشرة مع آي سي التذبذب. احتمال حتى هو أن يكون مضروب. وعلي الآن بإزالة هذا المصفت وهذه الديودات، وأقوم يعني بالقياس قياس صحيح عليهم. تابعوا. والآن لقد قمت بإزالة الديودات والمصفت، وفعلا فإنهما يعني مضروبين
كان المصفت الديودات. سوف الآن أقوم بقياس يعني باقي المكونات الإلكترونية للباور سبلاي. أقوم بقياس هذا الديود، نروح حتى هو يعني عامل شورت. لا أعلم سبب هذا الشورت، ربما يكون هذا الديود أو الآي سي. هذا الديود الثاني هنا، هذا لا يعطي شورت، يعطي قراءة، ويعطي قراءة من كلتا الجهتين، ولكن ربما يكون هذا الديود سليم لأنه متصل على التوازي مع هذه المقاومات، ولهذا السبب ربما يعطي لهذا السبب يعني يعطي قراءة على كلتا الجهتين لأنه كما قلت متصل على التوازي مع هذه المقاومات. سوف الآن أقوم ببعض القياسات على الآي سي الأوسيلاتور. سوف أضع الملتيمتر على الأرضي، على البين المتصل مع الأرضي للآي سي، هذا هو. أقوم بقياس، انظروا هنا موجود شورت، وهنا أيضا، وهنا أيضا، هنا يعطي شورت عادي لأنه ما هذا مسار الأرضي عادي كما قلت، ولكن هنا وهنا وهنا غير عادي. إذا أصدقائي احتمال أن يكون هذا الآي سي حتى هو يعني مضروب، غالبا يكون يعني مضروب خربان. سوف أقوم بنزع الآي سي من مكانه وأقوم بقياس هذه الديودة هنا، هل ما زال موجود بها شورت أم حتى هي يعني تالفة. المهم بعد إزالة الآي سي سوف يتضح لنا يعني باقي الأعطال الأخرى إن كانت هناك يعني مكونات معطوبة. والآن بعد إزالة الآي سي سوف أكمل مراحل القياس. وكما تلاحظون الآن اختفى الشورت الذي كان من قبل، الآن الديود جيد، الآن الديود يعمل بشكل جيد فهو سليم. إذن سبب الشورت هو الآي سي. وكما تلاحظون هذا الآي سي فهو تالف أصدقائي. إذا لدينا ديودات، أربعة من الديودات تالفين، هذا المصفت وهذا الآي سي. سوف أقوم بقياس هذه المقاومات. سأضع الملتيمتر على وحدة قياس الأوم. وبقياس هذه المقاومة. هذه جيدة. هذه هنا. جيدة هذه، هذه أيضا سوف نرى، جيدة هذه
وهذه جيدة، قيمتها 10 كيلو أوم. إذن أصدقائي المقاومات كلها تعمل بشكل جيد، ما عدا هذه فهذه تالفة. بقي المقاومات فهي تعمل بشكل جيد، هذا الديود فهو يعمل بشكل جيد، بقى لي هذا الديود يعطي قراءة على كلتا الجهتين، هذا بسبب أنه متصل مع هذا الاثنين من المقاومات على التوازي. سوف أقوم بإفراغ رجل واحدة للديود ومن ثم أقوم بقياسه وأتأكد منه. إذن كما تلاحظون على هذا الشكل، الآن سوف أقوم بقياسه. يعطي قراءة في هذه الجهة، إذا قلبنا يعطي قراءة. إذن أصدقائي هذا الديود يعطي قراءة على كلتا الجهتين، مما يدل على أنه تالف أصدقائي. إذن أصدقائي إلى حد الآن تبين لنا بأن هنا مصفط غير سليم، هذا الديودات، هذا الآي سي، وأيضا هذا المقاومة، وأيضا هذا الديود. لحد الآن هذوما المكونات التي يعني الذي تبين لنا بأنهم بهم الخلل. هذا المقاومات لقد قمت بقياسهم فهما يعني سليمين، هذا الديودة سليمة. بقى لي أصدقائي أن أتأكد من هذا الاثنين من المكتفات، علي بقياس قيمتهم لأرى إن كانوا جيدين أم لا. تابعوا. إذن هذه المكتفة قيمتها 47 مايكروفاراد 400 فولت، وسوف أقوم بقياسها بواسطة الملتيمتر. أضع الملتيمتر على وحدة قياس المكتفات، نأخذ المكتفة إذا كما تلاحظون ها هي 47 مايكروفاراد. إذا هذه المكتفة أصدقائي فهي جيدة، هي 47 مايكروفاراد. إذا هذه المكتفة جيدة، سوف أقوم بقياس الأخرى. ضروري أصدقائي المكتفات علينا التأكد منها، فغالبا هي التي تكون يعني سبب المشكل، يعني في غالب الأحوال فهي تكون سبب المشكل، فعلينا دائما التأكد منها. هذه قيمتها حتى هي يعني حتى هي 47 مايكروفاراد 25 فولت. لنرى، هذه تعطي 48. المهم جيدة. إذن هذه المكتفة حتى هي يعني جيدة. إذن أصدقائي هذا يعني أعتقد أن هذه المكونات هي التي يعني التالفة إلى حد الآن.
قد قمنا بقياس المقاومات جيدة. هاد الديودات هذه ديودة تالفة، سوف نقوم بإزالتها الآن. هاد الريسيفر لقد احترقت فيه هاد القطع يعني بكثرة، تقريبا وحدة التغذية كلها يعني لقد تضررت مكوناتها. سوف أزيل هاد المقاومة أيضا. إذن حتى هي هاد المقاومة هي تالفة، انظروا وبقياسها. انظروا لا تعطي شيء أي قيمة، المفروض هاد المقاومة أن تعطي صفير، أن تعطي جرس هاد المقاومة. إذا أصدقائي سوف أتوكل على الله وأقوم باستبدال هاد المكونات كلها بنفس القيمة، هذا الاي سي نفس رقمه، هذا الموسفيت كذلك، هاد الديودات، هاد المقاومة، وهذا الديود أيضا، وسوف نرى النتيجة إن شاء الله يكون خير. هاد المكتفات كما رأيتم فهي سليمة. إذا هذه هي المكونات التالفة، سوف أقوم باستبدالها ويكون خير إن شاء الله. تابعوا معي أصدقائي. إذا أصدقائي هذه هي المكونات التي سوف أقوم بتركيبها، نفس هذه المكونات تماما. انظروا هذا الآي سي فهو مشابه تماما. لاحظوا المصفط يعني جميع المكونات تكون يعني مشابهة لها يعني مثلها في الرقم وفي القيمة. وأصدقائي لقد نسيت قياس مكون إلكتروني مهم جدا، ألا وهو الأوبتوكوبلر أو الفوتوكوبلر، لقد نسيت قياسه لأنه متصل مباشرة أصدقائي مع الآي سي. انظروا متصل مباشرة مع لوسيلاتور، وهذا الآي سي لقد وقع به خلل يعني عمل شورت بين أطرافه، وبالتالي احتمال وارد أن يكون هذا الأبتوكابلر لقد يعني تلف هو أيضا. سوف أقوم بقياسه. يفضل نزع الأبتوكابلر من يعني من البوردة وقياسه، وهذه فرصة أيضا للذين يعني ليست لديهم فكرة عن قياس الفوتوكوبلر، فهذه فرصة لنقوم بقياس الأبتوكوبلر أو الفوتوكوبلر. وكما تلاحظون الأبتوكوبلر له أربعة أطراف، طرفان يعني متصلان بالبريماري لوحدة التغذية، يعني متصلين في داخل وحدة التغذية يعني البريماري، وهذا الطرفان يعني متصلين مع السيكونداري. الفوتوكوبلر له يعني في داخله مكوناته يتكون من مقاومة ضوئية وديود ليد. وطريقة قياسه، هاد الطرفان المتصلين بالبريماري في وحدة التغذية عند قياسهم بوحدة قياس الديود، إن كان الأبتوكوبلر سليم لا يعطي أي قراءة، هنا لا يعطي أي قراءة في هاد الطرفان هنا. انظروا لا يعطي أي قراءة، بينما هذا الطرفان هنا يعطي قراءة مثل الديود.
لاحظوا هنا لا يعطي قراءة إذا قلبنا، انظروا يعطي قراءة في الملتيمتر. كما قلت الفوتوكوبلر يعني مكوناته مقاومة ضوئية وديود ليد. ديود ليد يعني يقاس مثل الديود، هذه الجهة جهة العلامة فهي جهة الديود ليد، يعني يعطي قراءة مثل الديود. إذا قلبنا يعطي قراءة مسارون، إذا قلبنا في الجهة الأخرى لا يعطي قراءة مثل الديود. والجهة الأخرى هذه فهي للمقاومة الضوئية، وإذا قمنا بقياسها لا تعطينا قيمة، فهذا طبيعي لأن الديود ليد غير مشع يعني غير مشتعل، يعني لكي تتفاعل هذه المقاومة الضوئية مع الضوء وتعطي قراءة. كما قلت هنا موجود ديود ليد فهو يشتعل في الداخل، ومقابل له يعني في المقابل له توجد مقاومة ضوئية، عندما يسلط عليها الضوء من الديود ليد يعني تقوم يعني تتفاعل طرفيها، تتفاعل بالضوء تعطي مقاومتها يعني بفعل الضوء. فهذه هي طريقة قياس الفوتوكوبلر. الجهة التي بها العلامة هي جهة الديود ليد، تقومون بقياسها عادي مثل الديود، تعطي قراءة من جهة ومن جهة لا تعطي قراءة. وهذه الجهة التي ليست بها العلامة التي متصلة مع البريماري في وحدة التغذية لا تعطي أي قراءة. إذن هذه طريقة قياس الفوتوكوبلر. إذن هذا الفوتوكوبلر أصدقائي فهو سليم. ملحوظة أصدقائي هاد الطرفان أو هاد الأرجل للمقاومة الضوئية فهما مستقلين تماما عن هاد الأرجل للديود ليد، وبالتالي إذا قمنا بالقياس يعني من هاد الجهة مع هاد الجهة لا تعطي أي قراءة، أو هذا الأرجل مع هذا الأرجل لا تعطي أي قراءة أصدقائي، لأن كما قلت هذه الجهة فهي منفصلة تماما عن هذه الجهة. إذا أصدقائي على بركة الله سوف أقوم بتركيب هذه المكونات الإلكترونية في مكانها، ونرى النتيجة أصدقائي إن شاء الله يكون خير، فتابعوا. الديود عقدتني.
جيد. الآن أصدقائي، كل المكونات الإلكترونية لقد تم تركيبها في مكانها الصحيح. الآن أصدقائي سوف أقوم بالتجريب ونرى النتيجة. تابعوا. إذن الآن أصدقائي سوف أقوم بتوصيل الريسيفر بالكهرباء ونرى. ما رأيكم أصدقائي، هل الريسيفر سوف يشتغل أم لا؟ سوف أعطي بعض الوقت، القليل من الوقت. هيا أجيبوا أصدقائي. إذن سوف أقوم بتوصيل الآن الريسيفر بالكهرباء. إذن سوف أضغط على زر الباور. بسم الله. إذن ها هو الريسيفر، لقد اشتغل. جيد. وكما رأيتم أصدقائي عدد المكونات الإلكترونية التي يعني استبدلت وكما ترون، يعني تقريبا دخل وحدة التغذية كله لقد تلف كما ترون أصدقائي. ماذا حصل هنا أصدقائي؟ هذا المصفط يحترق بأي شكل من الأشكال، أي سبب من الأسباب يعني يحترق، ومن ثم هذا المصفط فهو متصل مباشرة مع هذا الآي سي، فمباشرة الفولتية تدخل، فولتية المكتف الرئيسي تدخل إلى هذا الآي سي ويحترق، وبدور هذا الاي سي يعني تحترق مع المكونات يعني المتصله به. فمثلا هذا المصفط، هذا المكون الا وهو المقاومه متصله معه، عندما احترق هذا المصفط احترقت هذه المقاومه، ومن ثم احترق هذا الاي سي واحترقوا هذه الديودات يعني كما رايتم في الفيديو. اذا نستفيد اصدقائي من هذا العطل في هذا الريسيفر بأن يعني إذا تلف المصفط علينا الانتباه إلى الأشياء المتصلة به، والشيء المتصل مع هذا المصفط هو هذا الآي سي وهذا المقاومة، وهذا الآي سي أيضا متصل مع ماذا؟ متصل مع هذا الديودة، هذه الديودة. المهم عندما تجدون مكون إلكتروني في وحدة التغذية عامل شورت، عليكم تتبع يعني بماذا متصل، وتقومون بقياس المكونات الإلكترونية المتصلة مع ذلك المكون العامل شورت. هنا مصفط عامل شورت، لقد تتبعنا المكونات المتصلة معه فوجدناها يعني محترقة. إذا أصدقائي هذا كل ما كان لدي في هذا الفيديو، أتمنى أن يعجبكم ويفيدكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل يعني وموضوع آخر إن شاء الله. مع السلامة أصدقائي.